السلام عليكم، انتم في مطبخ ناريمان. اليوم حبيت ندير معاكم لا بيتزا امريكان. عندها في الطرف كاع في الطرفه كدايا الفرماج، تتباع في المحلات. نبداو بسم الله على بركه الله. نبداو بالعجينة بيتزا. عندنا 500 غرام فرينه، عندنا الملح، عندنا زوج مغارف كبار خمرت الخبز، عندي مغرف كبيره تاع السكر، عندي نص كاس زيت، عندنا المعدنوس، عندنا لكابخ الزيتون كحل، الشامبينيون، فروماج رابي وفروماج تاع العلبه، كل وحده كيفاش دير. نبداو بسم الله على بركه الله. نبداو نخلو هذا تاع التزيين، نخلوه هكدا. نبداو نديرو هكدا. عندنا 500 غرام فرينة، زيد لها مغرف كبير على السكر، مغرف كبير، زوج مغارف خمارة الخبز، ما قلت لكمش على اللحظة. انا في المقادير ما قلت لكمش على اللحظه، ولا الحليب البودره. ندير زوج مغارف كبار، واحد زوج حليب بودره، نسيت ما ذكرتوش في المقادير. نخلط بسم الله. نزيد الزيت هذه، نصف فنجان تاع اتاي. تقدري ما ديريش الزيت، ديري زوج مغارف مارغارين. خلط لاباط تاع بيتزا. مام اذا جاتك جاريه تقدري تخليها هكذا تريح، تشرب كاع الماء تاعها، وثاني كي تولي تعجنيها ديري شويه الفرينه في بلون طافاي تلملك. نزيد الملح، بسم الله. باش تتلصق لك، باش تعجنيها شويه، نحي شويه لاباط اللي لصقت في يديك. هادي نحي لها الخموريه، نحي لها برك الخموريه تاعها. نعاود نخليها 5 دقائق ثاني هكدا. جات ما شاء الله البطاط، العجينه جات روعه. دركا نخليها 5 دقائق ثاني، ومن بعد نديرها كير تري ثاني، تعاود ثاني تطلع شويه بعد ما خمرت المره الثانيه. نحيها، بدا قسمها، تقسمي على زوج ولا على ثلاثة كيما حبيتي. أنا ما نديرهاش خشينة، نتوما إذا حبيتوها تجي خشينة كي تفتحوها تخلوها في البلا، خلوها ثاني 5 دقائق ثاني. أنا ما نديرهاش خشينة، مانحبهاش خشينة بزاف هكدا.
ندير دركا بالحلال، ندير شويه فرينه. نتوما في كي تفتحوا هدايا تعاودوا تاني تخليوها تخمر، تولي لا بيتزا امريكان تجي خشينه. حنا ما نحبوهاش خشينه، نديرها لاصوص ونطيب. هدايا نقصي شوية دركا، نديرو الفروماج. أنا ندير الفروماج هذا البلون سيجي هكدايا. الصوص كاين انواع لي صوص، كل وحده وكيفاش ديرها. انا قلت لكم ديرها البصل، الثوم، الطوماطيش، نقليهم مع لي زيبيس تاع لا بيتزا، ولا ديري لها فلفل كحل، زعتره والرند. تقليهم هكدايا، زيدي ثاني طوماطيش مصبره مغرف، تقليهم و كي يتقلاو مليح تزيدي لهم، تزيدي الماء وتخليها تطيب. وثاني كاين طريقه واحده اخرى ثاني كاش خطره ان شاء الله نديرها لكم، يديروا لها زروديه. ثاني تجي روعه ثاني في المذاق هذيك. هاد الخطره ما درتلهاش هكذا. دركا كما يقولوا التزيين، كل وحده كيفاش تحب تزين هذا الفرماج تاع الكراتان. نديرو دركا باه يدوب. تزيين كل وحده كما تحب هكذا. الفرماج نحبها بالفرماج وبالطون، فيون داشي نحبهاش فيون داشي هكذا. نزيد لها شويه معدنوس، انت تقدري ما ديريش، قلت لكم التزيين اختياري، كان يديروا فيون داشي كان يديروا الطون، حبي ديري المرقاز واش تحبي. انا درك هادي نخليها بيد ما يطيبوا لي الزوج الاولين ونولي لكم. البيتزا تاعنا طابو،
درت لهم دير لهم هكذا الزيت، زيت الزيتون هكذا، ديري لها الطون، تقدري ديري لها الشامبينيون اللي عندك ثاني، يحبوها الدراري ثاني بلي شامبينيون. طوماط تقدري ديري الطون طوماط ولا الويل كيما حبيتي. هادي راهي سخونه جات طريه، جات ما شاء الله. واللي عجبتها الوصفه دير نجم تشارك في القناه، والسلام عليكم.